وسط توتر جيوسياسي، يستمر الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، كما الفضة المعدن الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 11 عاما. رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني رد عبر صوت لبنان السبب إلى زيادة الطلب عليهما كملاذ آمن. هذا الشيء ناتج عن ارتفاع التضخم عالميا. الواحد اللي كان ينزل على السوبر ماركت بالولايات المتحدة مثلا بمئة دولار كانت تشتري له من سنة أكثر بكثير من اللي بتشتري له إياه اليوم، وبالتالي المئة دولار عم تخسر قيمتها بالولايات المتحدة، اليورو عم بيخسر قيمته، كل العملات عم تخسر قيمتها. مشان هيك الناس بتلجأ للذهب كملاذ آمن كرمال تحمي حالها من هذا التضخم. هذا التضخم الناتج عن اللي بلش بشكل كتير كبير مع الانفاق العام الكبير بوقت جائحة كورونا، وما تباطئ بحقيقة الانفاق العام من وقتها، وبالتالي هذا الانفاق العام عم بيغذي التضخم، فالناس بتفضل تحمي حالها. طبعا بتضيف لهيدا الشيء مخاطر الركود بالاقتصاد العالمي اللي بزيد من احتمال انه الاسعار الاصول تنزل، فالناس بيقول لك بدل ما احمل اسهم وفايتين على ركود خليني الجأ للملاذ الامن اللي هو الذهب. الفوائد المرتفعه بتغذي هيدي المخاوف، مخاوف الركود والمخاطر الجيوسياسيه اللي عم نشوفها حوالينا. كمان عوامل اضافيه اعمق تدفع المعدن الاصفر صعودا، وهو لم يتاثر بالارقام الايجابيه في الاقتصاد العالمي واحتمال خفض الفوائد. اهم هيدي العوامل، المصارف المركزية العالمية عم تشتري كميات كتير كبيرة من الذهب تتغطي ولو جزئيا عمولاتها. هيدا الطلب المرتفع الجاي من المصارف المركزية كمان يؤدي الى ابقاء اسعار الذهب مرتفعة، يعني على الضغط الارتفاعي للذهب. ونفس الشيء عدم الاستقرار السياسي، يعني فتنا على الانتخابات الامريكية، عدم استقرار الجيوسياسي، الحرب باوكرانيا، الحرب بغزة، هدول كلهم بغزوا السعر المرتفع اللي عم نشوفه حاليا. يعتبر الذهب احد اقدم الاستثمارات، والارقام الرسمية اللبنانية بينت استيراد نحو 1.9 مليار دولار من سبائك الذهب الخام في العام 2023. مجدلين عيد، صوت لبنان.